دكتور عبد الوهاب الأفندي وأستاذ عادل صلاحي، نحن مقبلون الآن على حدث الحديبية، لكن قبل ذلك أود أن أنتهي من السرايا بقصة سرية من السرايا عرفت بسرية الخبط، لأن فيها قصة جميلة. هذه السرية يقال أنها حدثت في رجب سنة 8 للهجرة قبيل يعني بعد الحديبية، ولكن يرجح الرواة أنها في الغالب كانت قبل الحديبية، الله أعلم. بعد الحديبية ما كان في سرايا، ما في سرايا، فربما كانت قبل الحديبية. هذه السرية التي ذهبوا فيها إلى البحر يرصدون عيرا لقريش، فبدأوا ينحروا من الجزائر، أو يعني من الإبل أو الجزور، إلى أن خشي أبو عبيدة كان هو على رأس السرية أن يؤثر هذا عليهم، ثم أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم دابة من البحر يقال لها العنبر، اللي هو الحوت. فيقول الراوي: فأكلنا منه نصف شهر. وطبعا الحيتان هذا شيء مألوف في الطبيعة، أنه الحوت بعض أوقات تنحسر عنه المياه، فيلقي بنفسه إلى الشاطئ، فيما يسمى بانتحار الحيتان. وهذا حدث معهم في وقت كانوا في أمس الحاجة إلى شيء يأكلونه ويصطبرون به. فلما قفلوا يعني عائدين، حتى يقول: ودهنا منه حتى ثابت منه أجسامنا وصلحت. وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه، فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل، فحمل عليه، ويقول: وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء تطعمون؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. يعني أكلة بحرية من هذا الحوت. ربما هذا كان شيء عجيب عند العرب، يعني غير مألوف في وقتهم ذاك. هذا يمكن ربما حوت دخل من باب المندب ومشى وحشر وما عرفش يطلع. في أيامنا هذه عندما تحدث هذه الأمور يسارعون إلى إغاثتهم ومحاولة إعادتهم ودفعهم إلى البحر. قصة الحديبية حسب ما يروي أصحاب السير بدأت برؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى نفسه وأصحابه يزورون البيت، يطوفون به ويسوقون الهدي ويحلقون ويقصرون، فاستبشر خيرا وأبلغ صحابته وأمرهم أن يعدوا أنفسهم، وهم كانوا يظنون في ذلك الوقت أنهم سيعتمرون في أو سيزورون البيت في عامهم ذلك. فكانت تلك هي بداية الأحداث. لأن الرؤية الصادقة هي أول علامة من علامات النبوة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يصبح نبيا كان إذا رأى رؤيا جاءت مثل فلق الصبح. فالآن عندما أبلغهم أنه رأى هذه الرؤيا فاستبشروا كثيرا على أساس أنها رؤيا الأنبياء رؤيا حق. وأيضا رأوا أنها فتح، لأنه هو يعني رأى أنه تسلم مفاتيح الكعبة، فتخيلوا أنه يعني ليس تكون فقط زيارة، وإنما قد يكون يعني فتح نهائي، استلام مقاليد الأمور في مكة. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بإعلان هذا للصحابة والمسلمين، بل كذلك دعا من حول المدينة، أن من أراد أن يأتي معنا فليأتي. الأعراب القبائل الأخرى غير المسلمة لم تحب أن تشارك، لأنهم لم يكونوا يريدون أن يظهروا أمام قريش بأنهم متحالفين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين. لذلك
هناك لم يأتي منهم تقريبا أحد. ودعا المسلمين مثل غير المسلمين. دعا القبائل الأخرى كذلك. نعم، لكنهم لم يرضوا بذلك. يعني هو لما الرواب يقولوا ودعا الأعراب من حول المدينة غالبا يقصدون غير المسلمين. نعم، لأنه هو لكن لم يخرج معه إلا المسلمون على فكرة. لا، في الآيات يعني أنه يعني الأعراب اللي كان يقولوا يعني يعتذروا كما اعتذار المنافقين يعني. فكأنهم يعني ليسوا يعني، وخاطبتهم الآية يعني بأنهم يعني قصروا، ولا يخاطب الآية تخاطب غير المسلمين. الأعراب المذكورين في سورة الفتح. أي أنه يعني فهذا الخطاب واضح أنه للأعراب المسلمين، لأنه هو كان يقول من حولكم من الأعراب منافقون. يعني في يعني فيهم من حولكم من الأعراب منافقون، هذه في سورة التوبة. أي يعني هو في الأعراب كانوا يعتبروا جزء من يعني هم لم يهاجروا، ولهذا يعتبروا درجة أقل من المسلمين، يعني درجة أقل عنهم، لم يعني ممن لحق بالإسلام متأخرا، الإسلام ولكن لم يهاجروا، فيعتبر يعني هذا يعتبر منقص كان في حقه في ذاك الوقت قبل أن يعني الفتح اللي هو بعد ما فيه هجرة. ربما كان غرض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلن على الملأ نيته بأن يذهب إلى البيت معتمرا، ولذلك هم عندما وصلوا إلى ذي الحليفة اعتمروا أحرموا ولم يأخذوا معهم من السلاح إلا سيف المسافر. نعم. وكان عددهم تقريبا ما بين 1400 إلى 1500. 1400. أي صحيح. يعني هو أراد أن يعرف الناس أنه لا يقصد حربا. يقصد حربا. نعم. لكن أيضا طبعا هي خطوة مهمة، يعني أنه هذا إعلان وضع جديد. أن يعني المسلمين كانوا زمان يعني ما ذكرناه من إرسال السرايا دليل على أنهم لم يكونوا يأمنوا أن يتحركوا حركة في تجارة أو في أمر آخر، لهذا يعني كانوا محاصرين، يعني الحصار صحيح أنه انتهى بالخندق لكن في قوة معادية حولهم، فكانوا بيرسلوا السرايا حتى يعني جزء من التأمين. لكن بعد هذا الخروج إلى العمرة هذا إيذان بأنه خلاص المسلمين الآن أصبحوا يعني إلى حد ما يعني قوة، آمنين إلى حد ما من أنه قريش أو غيرها يعني تتعرض لهم. ممكن أن نقول هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وقف على بقايا ما خلفه الأحزاب عندما ذهبوا وقال الآن نغزوهم ولا يغزونا، فجاءت هذه غزوة سلمية ممكن نسميها هنا حركة سلمية لإعلان مكانة المسلمين وأنهم الآن في وضع لهم اليد العليا، فهم يقررون متى يذهبون إلى مكة ويعتمرون. يعني لم يعودوا مستضعفين. لم يعودوا مستضعفين. نقلة. ونفس ردة الفعل كانت طبعا من المشركين أنهم شعروا أن هذا الأمر إذا تم مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة. أنه يعني أنه لا يعني لا. هذا يعني معناه هذا الغرض سيتحقق. أين؟ أنه يصبح المؤمنون الآن حقيقة واقعة في الجزيرة العربية. نعم. وجزء من ويدخلوا على عليهم مكة كما يريدون. نعم. فيصبح هذا الأمر أنت كان الهدف هو استئصالهم. نعم. يعني في غزوة الأحزاب وقبلها الهدف هو استئصالهم. نعم. وعلى الأقل محاصرتهم في هذه المدينة الصغيرة وعدم خروجهم منها. فهذه هذا هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ زمام المبادرة هنا وبادر بهذا وتحرك بشكل سلمي جدا، فهو أرسل مجموعة من 20 شخصا عليهم عباد بن بشر كطليعة، وأرسل كذلك بشر بن سفيان في مجموعة صغيرة أخرى يتحسس أخبار قريش. يعني هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بالأشياء الضرورية لكن في حدود الجانب السلمي، ويريد أن يتحسس الأخبار ويريد أن يبين أنه طليعة سلمية كذلك. وطبعا يعني هذا مسألة ستعرف مباشرة، فوصل هو أراد أن تعرف. نعم. وأراد أن تعرف. أرسل هذه الفرقة الاستطلاعية لكي يعرف رد فعل قريش. نعم.
أيوة صحيح. ليس الأمر مباغتا ولا سريا أبدا ولا. نعم. فطبعا قريش يعني أصبحت في غليان، وأرسلوا مباشرة قوة من 200 شخص عليهم، عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد، كطليعة كذلك لاعتراض سير الرسول عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء وقفوا أو رابطوا في منطقة اسمها كراع الغميم، بينما الرسول عليه الصلاة والسلام وقف في مكان اسمه غدير الأشطاط. وهنا جاءه بشر بن سفيان بالتقرير عن الأوضاع في مكة وفي قريش. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه: من منكم يستطيع أن يأخذنا من طريق نتجنب فيه؟ هذا طبعا بعد أن حاصرهم خالد بن الوليد. ما حاصرهم لأن يعني هو كان يعني اعترض أو يريد أن يعترض. اعترضهم لما كانوا يصلوا في الظهر. أيوة. أراد أن يغير، قال خلاص ننتظر حتى يصلوا العصر فنغير عليهم، فنزلت الآية في ذاك الوقت. صلاة الخوف. صلاة الخوف. بعد ذلك حصل ما. فقد ما المبادرة. نعم. هو ليس حصار بقدر ما هو اعتراض. أي حاول يهجم عليهم من كان قريب. فهذه أيضا تدل يعني ما ذكرت يدل أيضا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يتصرف بالمبادرة، يتخذ يعني حاول أنه يتجاوزهم. نعم. وأخذهم شخص من بني سلمة من طريق وعر، فكان شاقا عليهم، لكن وصلوا إلى الحديبية، وهنا توقفت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الصحابة: خلأت القصواء، القصواء هي اسم الناقة، وخلأت كأنها حرنت يعني بهذه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت، وليس هذا لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. ويبدو أنه في هذه الأثناء أيضا حصلت مشاورة كالعادة، رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه وقال لهم أنه يعني ما تروا، هل يعني نترك هذه العمرة ونغير على بعض هم أرسلوا له مجموعة من الزنج. أي هذا قبل الوصول إلى الحديبية وقبل الدخول في الطريق الوعرة وقبل أن يعترضهم خالد بن الوليد. أي كان في محاولة لصد المسلمين باستخدام الزنج. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في هذا الأمر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يعني الأمر لك، وإنما نحن لم نأتي لحرب أحد، لقتال أحد، إنما جئنا نريد البيت، لكن من صدنا عنه مقاتله. أين أي. فخرجوا. يبدو أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وهذا أيضا يعني نموذج آخر. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الشورى. نعم. ولا يعني وكان في شورى عند المسلمين وفي شورى عند قريش. أيوة. قريش أيضا اجتمعوا في ديمقراطية في أمرهم. والمثير أيضا أنه طوال هذه الرحلة كان في مراسلات، كان في أناس في وساطات شغالة. أيوة. الوساطات هذه جاءت بعد الحديبية، عندما أقاموا في الحديبية يعني بدأت قريش ترسل يعني أشخاصا ليقولوا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يرجع. وقبل ذلك طبعا قبل ذلك في حاجات صلى الله عليه وسلم بعث من يعني يقول لهم أنه يعني نحن لا نريد سوى العمرة. نعم. يعني بلغهم أن صلى الله عليه وسلم لم يأتي غازيا ولم يأتي محاربا، وإنما جاء للعمرة، حتى يكون يعني هذا أيضا. نعم. يعني جزء من يعني هنا الأفضل أنه لازم يعني نستذكر أن قريشا تستمد مكانتها بين العرب من أنهم سدنة بيت الله الحرام. فالمكانة التي تتمتع فيها بها في الجزيرة العربية كلها هي أنها قريشا هم أهل الحرم، فلا يصدون عنه أحدا. وهو مكان مفتوح للعبادة لكل من أراد، ومن دخله كان آمنا، هذا الشيء المعروف. هي. نعم. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل إليهم أرسل إليهم بما يعرفونه من تقاليدهم. هي. ومن أعرافهم من أنه لا يصد أحد عن الحرم.
فبعث بديل، طبعا بديل بن ورقاء. الآن أول واحد من مراسل قريش هو بديل بن ورقاء. نعم. ذكرت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بركت القصواء. نعم. قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. نعم. يعني هو أدرك أنه في تفاوض حيصير بينه وبينهم. نعم. وفي طبعا الرواية اللي قبل ذلك أنه لما بشر بن سفيان الكعبي جاء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وبشر قال هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا معهم رعوض المطافيل وقد نزلوا بالطوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا، وهذا خادم الوليد في خيرهم قد قدمهم إلى كل العرقمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ويح يا قريش لقد أكلتهم الحرب، ماذا لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإنهم أصابوني كان الذي أراد. فما تظن قريش؟ والله لا أزال أجاهد على الذي بعثني حتى يسره الله أو تنفرد هذه السالفة. فكان هذه يعني بعض بعض الرسائل التي بعث بها إليهم، أن خلوا بيني وبين الناس وإنما أنا جئت حاجا، وبعث أيضا برسالة أخرى. يعني في رسائل متبادلة بشكل غير مباشر أي خلال هذه الأثناء، يعني كأنه هم بيجسوا. نعم. نبض هذا بديل بن ورقاء أيضا لما جاء هنا الرسائل المباشرة. أيوة. أيوة. هنا الوسطات. فرجع إلى أخوه فأخبرهم أنهم لم يأتوا لتحاربا وإنما جاء زائر للبيت ومعظما لحرمته. فرجع يعني قال إنكم تعجلون على محمد، إن محمد لم يأتي للقتال. فحصل أيضا هم هؤلاء نعم. بعض بعض المتطرفين في قريش قالوا أنه لا هذا كلام. حلو المتطرفين. كانوا متطرفين. بديل بن ورقاء من خزاعة. وخزاعة صديقة للرسول عليه الصلاة والسلام على يعني في يعني المسلمين منهم والمشركين على مودة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك لما بديل نصحهم هذه النصيحة لم يقبلوا بها وقالوا له أنتم يعني جماعة هذا يعني هو بالأول قال لهم أنا جايب لكم كلام من الرجل شو رأيكم تسمعوه؟ فعلى قولك المتطرفين قالوا لا نسمع، قالوا مش عاوزين نسمع حاجة روح ولي، قالوا لا نسمع منه شيء. أي نعم. أي. لكن العقلاء الحكماء قالوا طب هات سمعنا. هم فعلا كانوا قد أنهكوا، مش معقول يعني لسه طالعين من الأحزاب وحالتهم حالة يعني، ولم يحققوا نصرا حقيقيا على المسلمين. بس هم طبعا العرب يعني كما معروف عنهم يعني لا يقبلوا يعني أي ما يشير على أنه في تراجع. ليت عرب اليوم كذلك. أي والله هذا عرب اليوم لا يقبلون شيئا، يعني لا يقبلون شيئا أنه يكون في تقدم، أما التراجع هو الدليل المستمر. لا يظلمون الناس حبة خردل ولا يريدون الماء إلا عسية إذا صدر الوراد عن كل من هذه. أي. فكان بعد بديل أرسلوا مكرز ابن حفص فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد بمثل ما عاد به بديل بن ورقاء، فكذلك أغلظوا له القول. ثم أرسلوا الحليس بن علقمة سيد الأحابيش، عندما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قادما قال هذا رجل يتأله، فسوقوا أمامه الهدي. فعندما ساقوا الهدي وجد أن هؤلاء جاءوا خشع، صابوا خشوع خشوع وعاد إليهم قال لهم هؤلاء جاءوا للعبادة فما لكم وما لهم. أو كانت العرب بالرغم من العداوات من يأتي لهذا الغرض يحترمون ذلك. نعم. لا ننسى حلف الفضول أنه كان لا يعني لا يظلم أحد في مكة ولا كذا، وهذا من الجاهلية يعني في أيام الجاهلية، وحلف له متجدد، فهذه من التقاليد عندهم أن أهل في مكة لا يظلم أحد ولا يرد أحد عن البيت. وأظن هنا يعني قريش هم سدنة البيت، لو ردوا قاصدا عبادة هذا لن يكون طيبا طبعا لسمعتهم عند العرب أبدا. فيعني امر محرج يعني جدا. ايوه طبعا حليس كان لانه يعني خاصمهم في هذا. نعم. وقال لهم يعني انا رايت هؤلاء القوم يحملون الهدي ولا يصد، لا اسمح بان يصد انسان عن بيت الله، ولو فعلت فنحا حجرد الاحابيش ضدكم.
فقالوا لا أصبر حتى نأخذ، يعني هم قبلوا قالوا حتى نأخذ منه ما نرضى، يعني يريد يتفاوض الآن. فبعثوا بعد ذلك عروة بن مسعود حتى يتفاوض. سبحان الله العظيم، يعني كيف هذا تسلسل الأحداث بإرادة ربانية حكمة إلهية، يعني هذه خطة الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعها من ألفها إلى يائها. نعم لا شك في هذا. ف يعني ثلاث رسل كلهم عادوا بنفس الرسالة وكلهم عادوا بنفس النصيحة، وقريش تأبى ذلك وترفض رفضا قاطعا. هي مسألة قريش مسألة مهمة جدا. دائما احنا نتكلم احيانا يذكرون الآن الغضبة المضارية والغضبة العربية وكذا، هذا فعلا كان عند العرب أمر مهم جدا، يعني الكرامة والشرف والمكانة لها هذه القيم المعنوية لها مكانتها الكبيرة عندهم. هذه الأيام أصبحت مجرد كلمات فارغة من المعنى، لكن في تلك الأيام كانت كان المعنى فيها يعني تضيع الأرواح في سبيل الحفاظ على الكرامة. فكيف وقريش يدخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام بدون هذه مسألة كبيرة جدا عندهم. هذا بعد أن اضطهدوه سنوات وأخرجوه وقاتلوه وحاولوا استئصاله. طيب في المقابل كيف وهم أهل الحرم ومكان العبادة ويصدون الناس عنها؟ يعني هنا تعارض بين قيمتين كبيرتين جدا بالنسبة لهم، وهذا أمر حيرهم. يعني كلا الخيارين أصعب من الآخر. أصعب من الآخر. نعم، فهم يعني يعرفون يدركون معنى أن يصدوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يستطيعون في الوقت نفسه أن يقبلوا بدخوله هكذا، لأنه معنى ذلك أن هذه الغزوة السلمية نجحت وحققت ما لم تحققه قريش في كل محاولاتها، لا في بدر ولا في أحد ولا في الخندق. مسألة كبيرة جدا. فهم طبعا حاولوا في الأول التهديد. نعم، يعني بعث لما عروة بن مسعود راح فهدد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يعني ما قلت. أيوة احنا ما ذكرنا على عروة. أي نعم. أي أنه يعني يعني أنه قريش لن تسمح لك. عروة الأول أراد أن يستوثق لنفسه، قال لهم أنه أنتوا أرسلتوا الرسل وبعدين كل واحد جاب لكم رسالة فبهدلتوه، فأنا الآن إذا ذهبت تفعلون بي ما تفعلونه بهم. لماذا يعني يا بيمون يا ما بيمون، إيش من الأول؟ أي فطبعا هو بدأ يتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء. نعم، خلينا نأخذ استراحة قصيرة ونعود إلى قصة عروة من البداية إن شاء الله. عروة بن مسعود حينما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية اللقاء كأنه في نوع من المشادات والمناكفات، لكن اللطيفة بينه وبين بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه هو بده يمهد لما جاء إليه وهو صفقة أو اتفاق من نوع ما. يعني عروة بالمناسبة لازم نبين أنه ليس من قريش، هو ثقفي من ثقيف يعني من الطائف، فهو كوسيط له يعني مؤهلات مختلفة عن الذين أرسلوا من قبل. ويبدو أنه جاء مقتنعا نوعا ما بأن للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين حق. نعم، يعني هو صح أنه طرف ثالث وممكن نعتبره محايد، لكنه يرى أن هناك حق في هذا الجانب، حق في دخول مكة للعبادة. نعم، بس هو أيضا يريد يعني أن أيضا يحمل رسالة من قريش، أن قريش لن يسمحوا للرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم، عاهد الله كما قال ألا يدخل عليهم. وكان يعني يعرض المسلمين، قال له أنت جئت بهؤلاء الأوباش وكأن بهم يعني انفضوا عنك إذا هجمت عليك قريش. فهذا كان الملاسنة بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، يعني شتمه شتيمة مقنعة. ما هو اللي يقول عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الكلمة التي قالها عروة،
يستاهل الكلمة التي قالها أبو بكر رضي الله عنه. غريب أنه كتب التراث موجود فيها مثل هذه الألفاظ. غريب حقيقة يعني. هذه العبارة تكررت عدة مرات في السياق. لا يعني هذه يبدو هذا طبعا وراثة من بالنسبة يعني إليهم من يعني من اللغة يعني. بعض أوقات الواحد لازم لازم يقول كلام يعني زي ما بقول إحنا فيش القلب يعني. يعني دليل على أنه خلاص فقد السيطرة على أعصابه. نعم. عروة عندما خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحاول أن يمسك بلحيته. نعم. كما لو أنه هذا نوع من المناشدة. فكان المغيرة بن شعبة واقفا يعني إلى جانب الرسول عليه الصلاة والسلام، فكلما مد يده يضربها بقبضة السيف ويقول له أبعد يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغيرة بن شعبة ثقفي كذلك مثل عروة، بيمون عليه. هو قال من هذا؟ قال له هذا ابن أخي عروة. المغيرة هو غريب. هو عروة رأى مشهد في ذلك اليوم لم يره في حياته. كيف أن هؤلاء الصحابة كانوا يتفانون أو يتسابقون على التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، التفاني في خدمته وطاعته. قال يعني لم يرى ذلك عند زعيم من الزعماء. قال لهم قد جئت كسرى وغيصر في ملكي والنجاشي في ملكي، وإن الله ما رأيت ملكا مثل محمد في أصحابه. نعم. يعني ألاحظ أن هؤلاء الملوك والأباطرة هم الذين يطلبون من الناس أن ينفذوا أوامرهم وأن يخضعوا لهم وأن يفعلوا وأن يفعلوا، والناس لا يفعلون إلا مكرهين. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فما كان يطلب من أحد شيئا، وكانوا يتسابقون على طاعته ويعني تنفيذ أوامره بدون تردد وبكل محبة وبكل صدق وإخلاص. فهذا هو الملك. فهو عروة جاء لينذر الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجع حتى ينذر قريش. حتى ينذر قريش. نعم. بعدما رأى أن هذه الفئة لا تغلب. هذا الالتفاف، هذا التلاحم، هذا الحب ما بين القيادة والرعية. أي ثم اختار طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يبعث رسول. نعم. فهو عروة كذلك قريش لم ترضى بنصيحته. هو نصحهم بأن يصلحوا ما بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رفضوا تركهم وعاد إلى الطائف. يعني أصبحت المسائل فشلت كل الرسل التي أرسلتها قريش. لماذا فشلت هنا؟ دائما التشدد يؤدي إلى الفشل، وتجاوز الحق يؤدي إلى الفشل. وقريش كانت متجاوزة ومتعنتة ومتطرفة إذا أردت تطبيقها. فهنا يعني الموقف، موقف هذا التصلب لا يأتي بخير. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسل لهم عثمان بن عفان. أرسل عمر في الأول. أراد أن يرسل عمر، أشار عمر عليه بعثمان. برضو عمر نظر إلى الموضوع من نظرة عملية، أنه هو ليس له من بني عدي من يمكن أن يوفر له الحماية لو بني حصل عدي. بين عدي من في داخل عدي هذاك واحد ثاني. فأشار عليه بأن يرسل عثمان. نعم. حتى عثمان من بني أمية طبعا أراد أن يستوثق لنفسه، فدخل في جوار في جوار أبان بن سعيد بن العاص ابن عمه، يعني أحد أبناء عمومته. يعني حتى هذا المسألة كان لها أهميتها. نعم. وطبعا لقيه إبان في طريقه، فحمله أمامه وجاره، ولكن عندما دخل وبلغهم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف. فقال لهم ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. فاحتبسته قريش. فطبعا بعد ذاك أثي عنه يعني قتل. هو لم يعني هم أبقوه حتى يخرجوا برأيه، مش انه يعني اعتقلوه او حبسوه، وانما هم كانوا يتداولون فيما بينهم.
وعثمان كانت له مهمة أخرى، أن يزور المسلمين. نعم، لأنه في مكة عدد من المسلمين محبوسين، فأراد طمأنتهم. هذه المهمة كانت، كانوا يخفون إسلامهم، كانوا يخفون إسلامهم. فهو لعل هذا هو السبب الذي جعل قريشا يعني تحت توقف عثمان قليلا أو تحتجزه أو كذا، لأن إشاعة مقتل عثمان في هذه الأيام لابد أن لها شيئا من حق، من حقيقة. هي كلمة احتبسته لا تعني أنها حبسته، بمعنى أنه هي أخرته. نعم. أخرته غالبا أنهم كانوا ما يزالون في حيرة من أمرهم، ماذا يفعلون؟ ويبدو أن ذلك الوقت قريش كانت تفتقد إلى القيادة الحكيمة التاريخية الحاسمة التي يمكن أن يقف الإنسان الزعيم في ذلك الظرف ويقرر قرارا. يعني الشيء العجيب أنه لا نجد كلام لأبي سفيان في هذه، لكن هو طبعا أبو سفيان كان ضعيفا في طوال زعامته، في حادثة سبقت ذلك، يعني لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي إلى قريش برسالة قبل ذلك، وحملوا على جمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقريش عقروا جمله، جمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرادوا قتل قريش، فمنعته الأحابيش فخلوا سبيله. فمعناها يعني في سابقة فظنوا أنه ربما أن يعني حدث له ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول السابق تعرض لهذا، فخشيوا لما تأخر. نعم. يعني لم يكن طبعا مبالغ أن يقال، احتمال يكون صحيح، لكن لا يوجد ما يشير في كتب السيرة إلى مصدر هذه الإشاعة أو كيف تطورت. أيوة. إنما انتشرت، وصلت ربما بسبب تأخره. أيوة. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين وطلب أن يبايعوه. نعم. هنا يعني مسألة أصبح تطور جديد جدا وتطور خطير جدا، فأن يقتل الرسول، يعني رسول الرسول صلى الله عليه وسلم. عادة الرسل مثل السفراء لهم ما حصانة، لهم أمان، فأن يقتل فهذه مسألة كبيرة جدا. فلذلك طلب الرسول عليه الصلاة والسلام من المسلمين البيعة، فبايعوه هذه البيعة المباركة، بيعة الرضوان، التي كانت تحت الشجرة، والتي جاء فيها وردت فيها آيات القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فإذا البيعة هنا كانت بيعة من كل المسلمين وعلى الموت. أي نعم، هنا النقطة اللي سئل بعضهم على ما بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا على الموت. نعم، يعني استشهاديين. بعضهم قالوا على أن لا نفر، كانوا استشهاديين. استشهاديين. هي حكاية لا نفر، هذول الصحابة يعني كانت لهم موقف بسيط، يعني شو لا نفر، يعني يموتوا في سبيل الله ولا يفروا. نعم. فهي هذا، رغم أنهم لم يكونوا مجهزين لقتال. أي صحيح. نعم، كانوا. ومن هنا تأتي أهمية البيعة، أنه نعم. هو بايع في ظرف، أولا هم في أرض ليست أرضهم. نعم. يعني ليست أرضهم بمعنى من الناحية العسكرية الحماية، لا عددا ولا عدة يمكن أن يقارنوا بالخصم فيما نعم. لو صحت الإشاعة. نعم. و هذا الموقف الذي يقتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا مثل ذلك. نعم. يعني لا يمكن أن تهادن فيه. نحن نذكر طبعا هم عندما استشارهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أن من منعنا نقاتله. فهذا هم من هناك جو أصلا بهذا التفسير. فلما قتل أو شيع أنه عثمان قتل. نعم. يعني كان هذا، لكن انتدبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه كانت طبعا بيعة فعلا سميت بيعة الرضوان بحق وحقيقة، لأنك بيعة رضي الله فيها. أي عن يعني بيعة كانت بتجرد. نعم. شوف هنا البيعة، مصافحة الرسول صلى الله عليه وسلم والبيعة اللفظية، هي تخفي
أو يأتي من وراء ما اطلع الله عليه في بما في من قلوبهم. نعم. يعني هو رضي عنهم بما علم بما في قلوب. من إخلاص في قلوبهم. نعم. ومن صدق لديهم. نعم. سبحان الله سبحان الله. القضية مش قضية إنه والله تقول له أيوة أنا معاك وتوكلنا على الله. قضية في القلب. قضية في القلب. هذه يعني إذا أخذنا البيعة الأولى بيعة العقبة مثلا كذلك كانت في نفس المعاني. يعني عندما وقف بعضهم يقولون بعض الأنصار الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة أتعرفون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم والله تبايعونه على مقتلة الأشراف ونهكة الأموال وحرب الأخضر واليابس والأحمر والأسود. فإذا كنتم ستوفون فأقدموا وإذا كنتم ستضعفون فمن الآن. فهذه البيعة الأولى كانت بيعة مباركة وهذه بيعة الرضوان. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يؤكد أنه رضي فيها عن هؤلاء المبايعين ويعني وقبل منهم هذه البيعة. والرسول عليه الصلاة والسلام وضع يديه يدا له ويد لعثمان. فإذا أشرك عثمان في البيعة رغم أنه لم يكن يعرف في تلك اللحظة إن كان عثمان على قيد الحياة أو قد استشهد. سبحان الله. حتى يدخل في الرضوان يعني. حتى يدخل في الرضوان. نعم. أنه حتى قد يكون استشهد ولكن يريد يعني أن نعم. لا هي ممكن تكون دلالة على أنه ما فيش يقين بمصيره. أيوة. مش مؤكد ما الذي حدث له إلى أن جاء عثمان سالما أو جاء الخبر بأنه حي يرزق. نعم. وجاء عثمان بعد ذلك. نعم. يعني وصل وهذه كانت بداية الجلوس إلى التفاوض. نعم. هذا الكلام ديفيد طبعا كلمة التفاوض الآن في زمننا هذا كلمة أصبحت محملة بالمعاني السيئة. نعم. والإنسان عندما يقول تفاوض يعني يتنازل. للأسف ارتبط التفاوض بالتنازل مع أن التفاوض لا يعني بالضرورة التنازل. ممكن أن يتفاوض الإنسان مع هذا بس عند العرب عربان اليوم. يعني هو طبعا كما ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا كان يعني يريد يعني أن يتعامل معهم بالتي هي أحسن. يعني لا يريد منهم قتالا أصلا. يعني ما حدث أصلا يعني كما قال يعني كما قالت عائشة صلى الله عليه وسلم ما اختير بين خلتين إلا اختار أيسرهما. نعم. إلا أن تكون يعني معصية. فهو دائما كان يريد أن يسهل على الناس. نعم. وقال في لما اعترضته قريش قال له خلوا بينه وبين الناس. يعني لماذا هم يعني أنهكتهم بالحرب؟ لماذا يفعلون في أنفسهم هذا؟ فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان ميال إلى أنه يعني يتحاور معهم ويصل معهم إلى كما قال أي خلة تعظم يعني شعائر الله وتصل الرحم إلا وهو يعني مستعد لها. هم اللي كانوا غير مستعدين. يعني هم اللي كانوا يعني متكبرين. نعم. عن أن كيف يعني يتحاوروا مع هؤلاء الصابئة أو هؤلاء الخارجين على طاعة اسمه المجتمع الدولي. شوف رغم إيذاء قريش للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين إلا أنه كان دائما كما تفضلت سباقا إلى ما يحقن الدماء إلى ما يصل الأرحام. وأنا عندما أتأمل في أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع قريش طوال هذه الفترة إلى أن دخل الناس في دين الله أفواجا يعني يحزنني ما نشاهده في زمننا هذا من قتل للأبرياء واعتداء على الناس في بلداننا. يعني قتل تفجيرات في الجزائر وفي العراق وفي غيرها. الناس يقتلون أبناء شعبهم أبناء ملتهم أبناء أمتهم دون تمييز. يعني مع أن أهل البلد والقوم وأهل العشير هم أجدر الناس بأن يصلهم المرء وبأن يحسن إليهم بدل أن يسيء إليهم. خاصة إذا كانوا من أهل الدين يعني وأهل الملة. يعني هذا من الأولى يعني والأبرياء عموما. لكن هو دائما في إشكال الاستكبار. يعني مثلا القريش والآن مثلا بعض الجهات التي ترى في نفسها أنها يعني جهات دول عظمى أو كذا
هم يقول نحن مثلا لا نتحدث مع فلان أو لا نخاطب الجهة الفلانية باعتبار أنه بيعتبر أنه مجرد دخول في حوار مع تلك الجهة هو تنازل. أنك يعني كأنك أنت بمجرد محاورتك لذاك الطرف لازم تقبل بشروط الرباعية أول أسبقت عليه الشرعية. لا يعني هم بيروا أنه كونك التقيت يعني شخص أو بمجموعة فهذا شرعية، يعني أنت لقائك مجرد الجلوس في حضرتك هذا من ال يعني من بغض النظر عن ما يدور من حوار. لهذا قريش مثلا كانت يعني ترى أن مجرد الحديث مع هؤلاء الصابئة هؤلاء المالقين يعني هذا كأنك أنت وضعتهم كند لقريش وللنظام الدولي في ذاك الوقت والنظام الإخليجي. لكن على كل حال هذه الحالة الذهنية توشك أن تنتهي، الآن هم سيأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويجلسون للتفاوض معه على أن يعود هذا العام. نعم نعم، هو هذا التفاوض يعني وصلت المرحلة إلى هذا. بس بقينا هذا في هذا الكلام اللي يقوله الدكتور عبد الوهاب الحقيقة مهمة جدا، أنه نفهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في يوم من الأيام يتردد في أن يتحدث مع قريش أو مع اليهود أو مع من نصبه الخصومة، لأنه إنما يريد أن يصل بدعوته إلى الناس. والجماعات الإسلامية التي تطلق على نفسها أنها إسلامية يجب أن تفهم أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه دائما كان يبسط المودة والحسن الخلق والتعامل الطيب مع الناس جميعا، لأنه مهمته البلاغ تبليغ هذه الدعوة، وهذه المهمة هي مهمة الأمة الإسلامية في كل الأرض وفي كل الأزمنة وفي كل العصور. مهمتنا أن ندعو الناس إلى دين الله، فكيف ندعوهم إلى دين الله بالقنابل وبالمتفجرات وبالقتل الجزافي وبالأشياء التي لا يرضى بها الله سبحانه وتعالى وليست من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما في يوم من الأيام أرسل أناسا ليغتالوا زعيما من زعماء قريش أو ليغتالوا فلانا من الناس أو كذا أو شيء، هذا مستهجن وبعيد عن الخلق الإسلامي وعن طبيعة الدعوة الإسلامية. فكيف يستمرئون أو كيف يعني تطيب أنفسهم بأن يقوموا بعمل يقتل فيه أناس؟ لا يعني صحيح في صحيح ظلم كبير يقع على المسلمين وعلى دعاة الإسلام، لكن الذين يقتلون في هذه العمليات ليست لهم علاقة بذلك، وحتى الذين يرتكبونها كذلك نحن مطالبون بدعوتهم إلى الإسلام. صحيح. هو طبعا أي لو رجعنا إلى موضوعنا يعني واضح أن قريش كانت بترى أن هذه مجرد وصول المسلمين إلى تلك البقعة وحملهم الهدي وضعته في وضع حرج. نعم. أنهم هم لا يريدوا أن يدخل هؤلاء القوم. نعم. وفي نفس الوقت أنه لو منعوهم أيضا عنوة فهذا قد يكون له عواقب، وأمة عواقب عسكرية أنهم يهزموا أو عواقب يعني السمعة، أنهم كانوا يتحدثوا عن السمعة، يعني كان أهم شيء بالنسبة لهم أنه لا يتحدث العرب أنه دخل علينا عنوة. نعم. فلا ندري نحن ما الذي حدث، يعني التفاسير لا تدخل بتفاصيل أنه ما الذي حدث في الحوار بين عثمان وقادة قريش. نعم. لأنه يبدو بعد وصول عثمان، لأنه في الأول هم كانوا لا يريدون حتى أن يسمعوا كلام الرسول. يسمعوا كلام الرسول. لا شك أن اتصاله بهم كان له دور في التمهيد. واضح أنه لما حدث من بعد. لأنه هذا بعد ذاك طوالي يبدو قبل مبدأ الحوار. نعم. يعني هو في الأول كان مرافضين أصلاً مبدأ الحوار. أنه لا بد أن يرجع. أصلاً لا نريد معه في حوار. ويرجع. يعني نعم. وكانوا يعتبرون أنه مجرد السماح للرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين بالدخول والعبادة عند المسجد الحرام هذا دخول عنوة.
كأنهم يعتبرون أو اعتراف بشرعيته يعني خلاص نعم. هم موجود نعم. مثلهم مثل مثل باقي الناس أنهم يعني ليسوا من الدول المارقة كما يقال الآن نعم. يعني في ذاك الوقت من محور الشر أنه جاء مارقة يعني تأتي خزاعة وتأتي ثقيف وتأتي أي أخرى لا إلا المسلم بالبيت لكن هذه الفئة لا لأن هذه الفئة مرجعيتها مختلفة أي هذه مرجعيتها لا إله إلا الله محمد رسول الله بينما مرجعية أولئك شرك بالله يعني هؤلاء يقبلوا أنزل الله به من سلطان يعني قابلين بنفوذ وزعامة قريش وكذا لكن هؤلاء خرجوا على القوى العظمى في ذاك الوقت يعني هذه المشكلة يعني احنا ذكرنا أبو سفيان وقلنا أبو سفيان لم يكن له دور في كل هذا يعني لا يذكر اسمه إطلاقا في موضوع الحديبية مع أنه كان هو القائد وهو الزعيم أنت تقول أنه كان ضعيف الشخصية أنا ما أرى أنه كان ضعيف الشخصية لا مش ضعيف الشخصية دوره بعد بدر ملاحظتي أنه كان باستمرار دور الذي يؤثر السلامة إيه لا بس هو قاد الأحزاب هو قاد الأحد وقاد الأحزاب يعني هو قاد أحد وقاد يعني الأحزاب. لم يقد يعني قاد يا لا كان مش يعني هو هو صح هو وحتى كمان أغار على المدينة في بعد بدر لأنه أقسم أنه لا يغتسل من جنابه إلا بعد أن يصيب منهم شيئا ويعني فله له مواقف قتالية له مواقف يعني حتى الأحزاب بس هو بس كأنه ربما لم يكن إلى فتح مكة كان ما زال يعني لو ربما كان له دور في هذا لكن ما سجل يعني ليس كل شيء يدون أو يسجل ولم يكن المفاوض باسم قريش كذلك نعم يعني واضح أنه مثلا لكن فيما بعد يظهر من جديد نعم يعني واضح أنه عثمان طبعا باعتباره من بني أمية لا بد أن يكون من الذين تفاوض معهم أبو سفيان بس هذا التردد لدى قريش في هذه الفترة قبيل تفاوض على بنود صلح الحديبية يعطي انطباع بأنه في فراغ قيادي نعم أشبه ما يكون بالفراغ القيادي الموجود الآن في العرب في بعض الدول اللي محتارين يعني لا يستطيعون أن يقدموا على شيء في تردد يعني هو ما في زعامة واضحة تماما لتعدد البطون مثل تعدد الدول العربية أي لكن هو هذه القضية طبعا كما ذكرنا يعني كان فيها خلاف أيضا يعني حابيش مثلا كانوا هم بيعتمدوا عليهم خرجوا من هذه اللعبة بل بالعكس لما رأوا الهدي وكذا قالوا أنه لو منعتوه نحن سنحاربكم هم خشوا غضب الله عليهم فها أصبحت القصة يعني فيها إشكاليات داخلية نعم وقريش فقدت عددا كبيرا من زعاماتها في الحروب أي طبعا بعدين هي هذه قصة واضحة أنه فيها جزء من الجزء أخلاقي أو معنوي أنه أنت كأنك بتمنع جهة جاية إلى الرسول مصرح وأبقى لهم هذه الرسالة من أكثر من رسول أنه نحن لم نأتي لحرب إنما جينا لكذا فأصبحت يعني هذا في حرج نعم. واضح أنه في حرج بالنسبة لهم من ناحية معنوية فيريدوا مخرج يعني هذه القضية فكان كما ذكرنا الصراع بين المتطرفين والعقلاء بينهم يعني العقلاء يقولون يعني نشوف مخرج من هذه القضية وهذا دائما كان موجود في قريش الحقيقة من أيام الرسول من الأيام الأولى للإسلام يعني كان أبو جهل يمثل التطرف والتصلب وكان عتبة بن ربيعة يمثل العقل والاعتدال والتهاون يعني نترك محمدا صلى الله عليه وسلم إذا أصابته العرب أصابته وإذا كان أصبح هو الملك فتأكلون في ملك ابن أخيه وكما ذكرتم أيضا سابقا ربما قريش كان تنازعها هنا أمران عزة نفسها وكبرياؤها من جهة ومن الجهة الأخرى مسؤوليتها تجاه العرب لأنه هي لأنه هم في وضع العرب تأتمنهم على هذا على هذه المكانة نعم واكتسبوا الشرف بسبب وجودهم في مكة صحيح وأصلا منذ ذاك العهد يعني إلى اليوم أن الولاية على البيت الحرام بتفرض واجبات على من يعني أنك لا تصد عنه لأنه لو صددت عنه
فتصبح ولايتك مجرد تساؤل. أن بعض الناس يقولوا إذا أنت يعني لا تستطيع أن تمنع أحد من بيت الله، إذا منعت فشرعيتك نفسها بتهتز. تهتز نعم. تهتز. طيب على كل حال إحنا وصلنا إلى مرحلة نحتاج أن نتكلم بالتفصيل عن ما أصبح يسمى صلح الحديبية، لكن نترك ذلك إلى الوقفة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله.